مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة. تتأثر المناطق الشمالية والشمالية الغربية لرياح نشطة وإثارة الغبار والأتربة وأجواء غائمة جزئيا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، لكن الأجواء المتوقعة في الرياض هذه الليلة جو غائم جزئي مع احتمال سقوط زخات متفرقة من المطر، والصغرى المتوقعة في الرياض 20 درجة مئوية. إذا الأجواء لطيفة من حيث درجة الحرارة. أما الأحوال الجوية المتوقعة ودرجات الحرارة المتوقعة في مختلف مناطق المملكة، مناطق الشمالية سكاكا أجواء مغبرة، الحرارة بين 12 الصغرى 12 والعظمى 20، وتبوك أيضا أجواء غائمة جزئيا، في سقوط احتمال لسقوط زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر، الصغرى 13 والعظمى 20 درجة مئوية، عرعر أيضا أجواء غائمة جزئيا وفرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر، درجة الحرارة المتوقعة ما بين 12 إلى 19 درجة مئوية. المناطق الغربية المدينة المنورة أجواء معتدلة بالنهار مشمسة، ومعظم المناطق الغربية أجواء مشمسة يتخللها ظهور بعض السحب. المدينة المنورة العظمى 25 والصغرى 16، بينما جدة 29 إلى 20، مكة المكرمة 19 إلى 30، والطائف 11 إلى 21 درجة مئوية. إذن أجواء معتدلة بالنهار لطيفة في الليل في معظم المناطق الغربية، لكن المناطق الجنوبية الغربية من المملكة أجواء غائمة جزئيا، والحرارة العظمى في الباحة 18 والصغرى 13، أجواء غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر في الباحة وأبها، أبها 13 إلى 22 وجازان 26 إلى 30 درجة مئوية، أجواء معتدلة إلى حارة نسبيا. المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة الإحساء 17 إلى 29، الدمام 18 إلى 28، حفر الباطن أجواء مغبرة وغائمة جزئيا مع احتمال سقوط زخات متفرقة من المطر، الصغرى 15 والعظمى 25 درجة مئوية. أما الأماكن الوسطى بما فيها الرياض، حائل 10 إلى 18، أجواء تقريبا لطيفة إلى باردة نسبيا، بريدة أجواء مغبرة، والحرارة الصغرى 13 والعظمى 24، الرياض 16 إلى 29، أجواء غائمة جزئيا مع احتمال سقوط زخات متفرقة من المطر. وفي هناك رياح نشطة في المناطق الشمالية والشمالية الغربية تثير بعض الغبار الخفيف والأتربة، تؤدي أحيانا إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، بالإضافة إلى أجواء غائمة جزئيا في المناطق الشمالية، وتؤدي أيضا احتمال سقوط زخات متفرقة من المطر. أعزائي المشاهدين في المملكة العربية السعودية، نتمنى للجميع السلامة، ومن طقس العرب لكم تحية، وإلى اللقاء.